السلام عليكم، يسعد مساكم اصدقائي، يا رب تكونوا بالف خير. ورجعت لكم بفيديو جديد، فيديو يعني حرق، في حرق بالموضوع. اوكي، نزل سكن الجاز مثل ما بتعرفوا، سكن الجاز الاسطوري، نزل منه اكواد وكثير ناس حابه تجيب هذا السكن وكثير ناس نفسها هذا السكن. فاوكي، سكن الجاز انا عندي اياه هذا بحسابي، فقلت ليش ما اجيب لواحد من المتابعين، يعني افرحه واجيب له سكن الجاز وبنشوف شو بنقدر نشتري له، وان شاء الله اللي بقدر عليه راح اجيبه. فاوكي، بعرف، بس بحب احكي شغله، انه انا يمكن مقصر شوي بالفيديوهات او هيك شيء، يعني انه نوعيه، فاهمين علي كده اصدقائي، بس انه والله كان انه في سبب عندي، لانه انا بنقل على بيت جديد، بس ان شاء الله يعني في الايام القادمه راح يكون في بتوت مباشره، راح يكون في توزيع اكواد على راح نعمل رومات ان شاء الله مع بعض على البث المباشر، ونلعب ان شاء الله بتيم كود، ونعمل كثير اشياء جميله ان شاء الله وكويسه. فاوكي، قبل ما نبلش بالفيديو اتمنى منكم بس تضغطوا لايك لهذا الفيديو، تشتركوا بالقناه لو كنتم مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات، وكمان يا اصدقائي تابعوني على الانستغرام في بدايه الشهر، هلا نحن تقريبا نقرب يخلص هذا الشهر، ففي اكواد جديده جايه ان شاء الله، اكواد اسطوريه ان شاء الله كلكم بتلحقوا عليها، راح تلاقوا الرابط تحت بصندوق الوصف، اضغطوا على الرابط واعملوا لي متابعه، وان شاء الله بتقدر تحصل هاي الاكواد. فاوكي، اول شيء خلينا نشحن بحساب صديقنا، اول شيء خلينا نشحن الجواهر اللي هم ما بعرف شو راح اشحن، والله ما بعرف يا اصدقائي شو راح اشحن له. اول شيء 10 دولار، لا خلينا طبعا نشحن تبع ال 20، اوكي اللي هو 2100 جوهره بيعطونا. اوكي نعمل شراء، والله اوكي بس لازم الجواهر وصلوا، بالله عليكم ما تعملوا الموقع، لا الحمد لله وصل، لانه المواقع كلها معلقه، ما بعرف يعني تبديل الكودات والبعث بالاي دي كله معلق، بيطولوا كثير الجواهر وبيطولوا كثير الايديات، الاكواد ليوصلوا، سكنات ليوصلوا، ما بعرف شو السبب صراحه، صلوا اسبوع على هذا الحال، ايمت بيصلحوا والله ما بعرف. اوكي، العرض التراكمي ما اخذوا اخذناه، شو عنده ثاني هون؟ ما عنده شيء اعتقد. اوكي، خلينا نشوف اول شيء يا اصدقائي، نشوف البروفايل تبعه، طبعا هو ما بيشحن يعني شاحن بس فاير باس هاد، والفاير باس تقريبا شاحن اثنين فاير باسات اعتقد، هاي فاير باس وفي فاير باس قبل شاحنه زمان، ما بعرف يمكن المجاني والله ما بعرف. اوكي، بيلعب اللعبه صراحه، لقيته عامل لي تاج على الانستغرام، اخذت حسابه وانا قلت هذا الشيء على الانستغرام، يعني قلت راح اشتري لواحد من المتابعين سكن الجاز، فانه عملوا لي تاجات وانا بشوف بعدين. اوكي، وين الموقع راح؟ وين تبع سكن الجاز؟ اوكي، اعتقد كان اول واحد، يعني انا اجيت اصور شلتو والله كان اول واحد، والله اول ما دخلت كان اول واحد فوق، ما بعرف كيف هيك. اوكي، وين راح الموقع؟ خلينا ندور عليه. اوكي، كيف هيك اختفى الموقع فجأة؟ يا اخي والله كان اول واحد، انا شفته لما اول ما دخلت كان اول واحد هيك، بس اجي اصور بيختفي. اوكي، راح اسوي لكم الخطة الخبيثة، استنوا شوي، شوفوا راح اسوي له. اوكي، طيرت الشاشة ورجعت مرة ثانية. طلع اول واحد بوجهي، ما راح اسكرك، راح ادخل عليك من هان عشان ما تختفي مني، انا ما بعرف، انا وقت بصور والله الموقع كلها بتختفي، ما بعرف ليش. اوكي، الموقع شوف سكن الجاز يا اخي، والله يعني بتجيبه بدون لا كود ولا تلحق ولا نت ضعيف ولا هيك، وانت قاعد في البيت بتجيبه، يا في ناس طبعا ما بتشحن، فيعني انه بحاول اساعدها، يعني بحاول اساعدها قد ما بقدر انا الناس، في الشغلات يعني بعلن عليها على الانستغرام، وفي شغلات يعني خلص بروح لواحد على الخاص مثلا، بقول له مثلا نفسي بسكن الجاز، بروح له على الخاص بعطيه جواهر، بعطيه ببعث له او باخذ حسابه بشحن له فيه، فخلص يعني مش لازم اعلن الشيء على الانستغرام. اوكي، اول صندوق طلع اللي هو صور، وعادي يعني اول صندوق والامور تمام، جربنا بخمس جواهر بس، ما بدنا نضحي كثير بالجواهر، خلينا بس نكون مركزين، بس شو راح يعطونا والله ما بعرف انا شو بيعطوا هم، ولا ما فهمت انا. اوكي، هو الحظ بتعمله 50% بصير 250 وفل 500. اوكي، هذا سكن الجاز كامل، وبيعطوك صور، بيعطوك ما بعرف صناديق وكثير اشياء هيك، ما اشياء خايسه كثير. فاوكي، 250 جواهر، خلينا نجرب 50% بس ان شاء الله يعطونا. اوه، اخذ البطرون، والله كفو، والله كفو من اول سبن، لا مش من اول سبن، اول سبن هذاك عملنا تجربه خمس جواهر بس، خلص عادي يعني، بس والله من اول سبن 50% اخذ البلطون، والله شيء اسطوري. اوكي، بدنا بس يعطونا، يا رب يعطونا كل الاغراض هيك مع بعض، نكمل ب 50 ولا شو نعمل؟ والله ما بعرف، اكمل ب 50. اوكي، كفو والله، اعطونا الشعر. اوكي، يعطونا القطع كلهم، بس يعطوني الجاكيت كمان، الحذاء مش كتير حلو بس راح نجيبه اكيد يعني، بس مو حلو هو الحذاء يعني، بتلبس عليه حذاء ابيض بيكون حلو كتير. اوكي، واعطونا السترة، سترة الجاز، شو الكلاسيكية، الله عليك الله عليك يا الله على اخلاقك يا قرينا. سترة الجاز الكلاسيكية، ليش كلاسيكية يعني ما فهمت، عشان فيها نظارات يعني. اوكي، لا هذول ما بقدرش امزح معاهم يا اصدقائي والله، شوف اعطونا الصندوق الخايس هذا، شو بتمزحوا معاهم 48، طيب ما كانت 50 يعني، وفر علينا شوي جواهر نجيب له شيء ثاني يعني، في يوم الجواهر نجيب يعني، والله حلوه يعني راح تكون في اشياء جميله. اوكي، اعطونا الحذاء، شو ضل عندنا؟ ضل عندنا الشعر بس، الشعر والنظارات. اوكي،
راح نجيب اوكي هيك النظارات صاروا عندنا، هيك صار عندنا سكن كامل. شو راح نجيب كمان؟ اوكي هيك خلص الموقع يعني ما ضروري نحرق عليه اكثر، خلينا نطلع منه. اوكي شو راح ناخذ كمان؟ سكر سكر هذول كلهم، لاني كنت مطير الشاشه انا كلهم طلعوا بوجهي هذول. اوكي شو راح نجيب كمان؟ ضل عندنا 600 جوهره، ما بعرف اجيب له فيهم الوك، والله ما بعرف شو بدي اجيب له، بس اعتقد الوك عنده، يمكن عنده الوك. اول شيء خلينا ندخل على الحاضنه، وين جبنا قناع منهم؟ مخطط واحد لازم نجيب سكن. اوكي اي حاضنه فيهم؟ بس والله ما بعرف اي حاضنه، اي حاضنه كانت. اوكي وين راحت يا اخي؟ لا حاضنه الرابر، ليك ليك اوكي حاضنه الرابر. اوكي سكنات ليفي يعني كويسه يعني حلوه صراحه، فهمتوا علي انتوا اكيد اصدقائي. اوكي سكنات جاي انواع حلوات. اوكي خلينا نجيب له هذا السكن اللي هو ارخص واحد، اعطوه قناع، قناع اعتقد قناع، وعنده هو 2 ذهبيات، فهذا الشيء كثير ممتاز. اخذ سكن، المهم صار عنده سكنين، سكن الجهاز وسكن هذا اللي قلت لكم عليه. اوكي شو راح نجيب كمان؟ ضل عندنا 600 جوهره، ما بعرف الوك اعتقد انها عنده، ما بعرف راح اجيب له الفاير باس، راح اجيب له الفاير باس يا اصدقائي. اوكي خلينا ندخل على الفاير باس، هو مخلص النقاط كلهم يعني عنده تقريبا 230 نقطة فاير باس. شو راح اجيب له فيهم؟ اوكي الفاير باس راح يعطوه كل شيء، يعني مخلص كل المهمات هو راح يعطوه الفاير باس كامل، حرام يعني يضيع عليه، ضل عليه شوي الفاير باس 5 ايام بس وينتهي، فخلينا نعمل جمع الكل. اوكي والله يعني حاولت اعمل اللي بقدر عليه، يعني شحنت له ب 20 دولار يا اصدقائي، ب 21 يورو ما بعرف قديش بيطلع بالدولار، المهم شحنت له اللي بقدر عليه، وان شاء الله يعني بقدر اشحن له اكثر، بس لا اخلي له غيره يعني، لا اخلي ناس ثانيه اشحن لها اساعدها، ممكن نجيب هذا السكن. وكمان مثل ما قلت لكم بدايه الفيديو حبايب قلبي، انه الايامات الجايه ان شاء الله راح يكون في بطولات مباشره، ويكون في توزيع اكواد، ويكون في توزيع عروض تب اب وكثير، وشحن جواهر والوك وكثير شغلات ان شاء الله راح تكون على البث المباشر. بس حاليا انا قاعد بنقل من البيت، وبس والله انه والله في تعب كثير يا اصدقائي، نقل بيت كامل يعني، وشغل والله مشغول كثير فيه للبيت. فان شاء الله بعد ما اخلص بسوي استوديو جديد، وان شاء الله بصير اطلع فيس كام كمان، وبنعمل بطوط وبنعمل سهرات جميله مع بعض والله على البطوط المباشره. فاوكي هيك اخذنا له الفاير باس الكامل، اخذنا له الفاير باس كله بالكامل جيدا اللغه العربيه تبعي ان شاء الله انا. اوكي نفتح هذول البكجات الصور. اوكي الصور حتى الصور حظ خايس فيهم، ليش؟ لا لا انا حظي مو خايس، انا حظي مو خايس، عشان ما يجي حدا يقول لي لا تقول حظك خايس، انا حظي كويس صراحه يعني. فتفتيح البكجات حظي اسطوري. اوكي صار عنده هلا شوف سكنات، صار عنده سكن اوكي سكن البنت تبع الفاير باس هذا، وسكن الشاب تبع الفاير باس، بس عنده سكن للرابر وسكن الجاز، صراحه سكن الجاز سكن اسطوري عن جد، فعلا سكن خرافي يا اصدقائي. نحط عليه اللحيه، اوكي اللحيه هيك شوفوا كيف صار، والله صار زي النصاب، والله حرامي شكله. اوكي مع الطاقيه هذه لا هيك حرامي، حرامي متسول ما بعرف كيف. اوكي الشعر ها، شوفوا الشعر تبع الفاير باس كيف، ليش هيك رابطين له راسه يعني؟ طيب الشعر فهمناه مربوط، هو طبعا من اول ما بلشت العب اللعبه لحد الان كل الشعر اللي بيعملوه كله مربوط، ليش هيك؟ ما فهمت يعني. بس مربوط من فوق فهمناها، بس الربطه اللي على الراس هاي ليش يعني؟ عنده ضغط يعني ولا شو عنده؟ هذا مريض ولا شو صاير معه؟ اوكي شو راح نلبس عليه؟ اوكي هذه قناع الكلب هذا، ولا ابصر قناع الجمجمه ما بعرف شو هو، هذا الشعر لا، طاقيه هاي كويسه، اوكي هيك كويس صار، شيئا ما كويس، هو ما بعرف بعدين يلبس يا اصدقائي يعمل اللي بده اياه، هو حر يعني انا ما دخلني. فاوكي لهيك بنكون انتهينا من هذا الفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو اصدقائي. اتمنى منكم اذا عجبكم تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، ولا تنسوا كمان يا اصدقائي رابط حسابي على الانستغرام راح تلاقوه تحت بصندوق الوصف، تابعوني على الانستغرام، وفي توزيع اكواد وفي مسابقات يعني مثل المسابقه هاي، تابعوني على الانستغرام يمكن تكون نصيب واحد منكم، فراح تلاقوا الرابط تحت بصندوق الوصف. ومثل ما حكيت لكم كمان بعيد كمان مره يا اصدقائي، انا اسف بس هاي الفتره مشغول شوي بنقل البيت، ان شاء الله راح اسوي استوديو جديد، مش استوديو جديد، هو مكان عندي استوديو من الاساس، عندي استوديو صغير يعني يا دوب بمنتج فيه واصور فيه. فاوكي البيت الجديد ان شاء الله راح يكون في عندي غرفه خاصه راح اسوي فيها استوديو، راح اطلع فيها سكام، راح اعمل بطوط مباشر، راح نوزع اكواد ان شاء الله مع بعض، مش مع بعض يعني انه انا راح اوزع اكواد، كيف راح نوزع اكواد مع بعض، بس انه راح نلعب مع بعض ان شاء الله اوزع اكواد عليكم. فكمان مره بقول لكم اضغطوا لنا لايك لهذا الفيديو، اشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم، مع السلامه.